وهذا سائل يقول: ما حكم التصوير بالفيديو؟ تصوير حرام بجميع أنواع، بالفيديو وغير الفيديو، إلا ما دعت الضرورة إليه، مثل البطاقة الشخصية أو قيادة السيارة، أو ما دعت الضرورة إليه يرخص فيه بقدر الحاجة. أما التصوير لغير ذلك فلا يجوز، بقاء على العموم في منع التصوير في الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي تمنع من التصوير، ترتب عليه الوعيد الشديد. نعم.